في سنة 1672 وفي سن لا يتجاوز 26 سنة تولى الحكم عباد أخيه الرشيد وغير عاصمة المغرب من مدينة مراكش إلى مدينة مكناس. بنى جداراً حول مدينة مكناس بأكملها لحمايتها من الأعداء، وأنجب 1171 طفلاً. أقيمت عنه دراسات من العديد من البلدان مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكا. في عهده كانت الدولة العلوية في أزهى أيامها سلطان مغربي من سلالة العلويين إسماعيل بن الشريف والمعروف بمولى إسماعيل. كان حكم إسماعيل هو الأطول في تاريخ المغرب، إذ امتد حكمه لأزيد من 55 عاماً. وبحلول نهاية حكمه كان يسيطر على البلاد بجيش من السود الذين لا يهابون الموت، يضم أكثر من 150 ألف رجل، حيث وضع نظاماً مبتكراً لتربية جيش البخاري. فكثروا جداً نسبة لتزاوجهم وإنجابهم، فكان يأخذ البنات منهم الذي وصل عمرهم إلى 10 سنوات فما أكثر، ويفرقهن على عارفات القصور ليؤدبهن بأداب القصور ويعرفهن بأصول الخدمة، كما أنشأ لهن قصراً خاصاً للتربية والتأديب. كما كان يربي الشباب على التعلم مختلف الحرف كالنجارة والحيدادة وبقية الحرف الأخرى، ثم يدربون على الفنون القتالية ليصبحوا جنوداً لا يهابون الموت. كما كانوا يدربون على الفنون القتالية ليصبحوا جنوداً ومقاتلين يعتمد عليهم في الحروب. كان إسماعيل قاسياً بشكل صارم، ويقال أن عهده قد بدأ بعرض 400 رأس في مدينة فاس، معظمهم كانوا من قادة العدو. وعلى مدار 55 عاماً التالية يقدر أنه قد قتل 30,000 شخص لا يشمل أولئك الذين قتلوا في الحروب. يقال أنه قد قطع رأس أحد الخدم، حيث كان المولى إسماعيل يمتطي حصانه وأراد أن يساعده فقطع رأسه، كما أنه قد قطع رأس أحد الخدم الذي كان ينظر إلى أحدى زوجات السلطان. كانت زوجة إسماعيل المفضلة وملكة القصر امرأة سوداء كان اسمها للاعيشة أو زيدانة، الاسم الذي اكتسبته بعد ولادة الطفل الأول للمولى إسماعيل زيدان، حيث أنها سيطرت على المولى إسماعيل ووضعت خطة لإسقاط ابنه المفضل محمد العليم، مما يوحي أنه يعتزم إعلان نفسه سلطانا للمغرب. ولعقوبته تم بتر ذراعه اليسرى ورجله اليمنى بسبب التمرد ضده. كان قصده من ذلك هو إرسال رسالة مفادها أن أي عصيان يعني عقوبة شديدة أو موت. تنظيمه للجيش مكن من تحرير واسترجاع مجموعة من الثغور، وهي المهدية وطنجة والعرائش وأصيلة، كما حاول تحرير سبتة ومليلية. وقد قام ببناء 76 قصبة في أنحاء المغرب، وكانت وظيفة العديد منها هي حماية السواحل. كان يحاول التوسع في الشرق فصار نحو تلمسان في اتجاه نهر الشلف، إلا أنه لقي مقاومة عنيفة من الأتراك كما استرجع الصحراء وبلاد السودان. كما حافظ المولى إسماعيل على سمعة المغرب في الخارج، فقد سعت كل من تركيا وفرنسا إلى توطيد العلاقات مع المغرب، كما أن إنجلترا قد تنازلت عن مدينة طنجة إرضاء له سنة 1705. شهرته بلغت الآفاق، أصبح رمزا أسطوريا تنسج حوله الأخبار الطريفة والخوارق الغير مألوفة في البشر، حيث قيل فيه أنه السلطان الذي لا يموت. فإذا كانت صفة الخلد في الحياة قد نسجت حول السلطان، فما بالك بعدد الأبناء الضخم الذي نسب إليه. فحسب الدبلوماسي الفرنسي دومينيك الذي عاصر السلطان والذي كان يتردد على المغرب، يشير إلى أن عدد أبناء السلطان قد بلغ 1171 طفلا. وحسب موسوعة جينيس الأرقام القياسية فهي تشير إلى أن السلطان المولى إسماعيل هو صاحب الرقم القياسي في عدد الأبناء، حيث وصل عدد أبنائه إلى 888 ابنا. باحثين من جامعة فيينا برهنوا على إمكانية تحقيق ذلك وفق برامج خاصة أوضحت لهم عدد المرات التي يتعين على السلطان المولى إسماعيل أن يمارس فيها الجنس مع زوجاته 400 و500 من جواريه، ليخلف هذا العدد الضخم من الأبناء، وهو رقم لم يسبق تحقيقه في التاريخ. تزامن حكم المولى إسماعيل مع حكم لويس 14، وقد كانوا حلفاء، حيث أن هناك قصة أوردها مصدر فرنسي تتحدث عن رغبة السلطان في الزواج من ابنة الملك لويس 14 التي كانت معروفة بلقب أميرة كونتي. كانت ابنة الملك الفرنسي أرملة حينها، وفي إحدى الحفلات شاهدها عبد الله بن عائشة الذي أرسله سلطان المغرب إلى فرساي للتفاوض حول معاهدات ما. أعجب ابن عائشة بالأميرة الفرنسية وفكر
أخرى بأن تصبح زوجة السلطان المغربي وفي التحالف الذي سيجنيه من ذلك الزواج. المصدر نفسه يشير إلى أن ضريح السلطان مولى إسماعيل بمكناس توجد فيه 4 ساعات خشبية، وهي الساعات التي يقال أن ملك فرنسا قد أهداها له تعويضا عن رفضه للزواج من ابنته. بعد وفاته في سنة 1727 ترك وراءه مآثر تاريخية مثل الأسوار والأبواب الضخمة وسجن قارة الذي يعتبر كأكبر سجن في العالم، حيث تظل مساحة السجن مجهولة إلى يومنا هذا، وتحوم حوله قصص وأساطير تعكس وحشية المكان لما يحتويه من دهاليز يصعب معها الرجوع إلى المدخل. وهناك روايات تقول أنه يمتد إلى عشرات الكيلومترات تحت الأرض، فيما يعتبر آخرون أن مساحته تعادل مساحة مكناس بأكملها. كما اختلفت الروايات حول تسمية السجن بسجن قارة، وتقول بعض المصادر أن الاسم مأخوذ من اسم سجين برتغالي الذي طلب منه المولى إسماعيل بناء سجن يتسع 40,000 سجين، وإذا تمكن من ذلك سيأخذ حريته. ويقال أنه على مدار حكم المولى إسماعيل تم رمي 2,000,000 شخص في ذلك السجن. وبحسب روايات أخرى فإن المولى إسماعيل قد طلب من البرتغالي قارة أن يصنع ممرا سريا للخروج، وفي حال توفق أحد السجناء من العثور على هذا المخرج فله حريته، ولكن كما هو واضح لم يعثر أي سجين على ذلك المخرج. بحسب أحد المؤرخين التاريخيين فإن سجناء السلطان كانوا إسبانا وبرتغاليين وإيرلنديين، جرى جلبهم من طرف قراصنة من مدينة سالا المغربية إلى السلطان مولى إسماعيل بمكناس، فكان يستغل حرفهم في بناء الأسوار والفسيفساء وكل تقنيات بناء القصور الإسماعيلية. وفي التسعينيات قامت السلطات المغربية بإغلاق سجن قارة بجدران من الإسمنت وترك قاعة واحدة للسياح فقط. ويعود سبب إغلاق السجن إلى محاولة فريق من المستكشفين الفرنسيين قاموا بتحضير كل الأدوات اللازمة والتجهيزات الحديثة ليكتشفوا سجن قارة، فكانت النتيجة مأساوية إذ اختفى الفريق بأكمله ولا يزال مصيرهم مجهولا إلى يومنا هذا.